مرحلة الحسم ودقائق معدودة، ويكون هناك مشتركين في مرحلة الخطر، ووجودهم في مشروع شيف مهدد بالخطر. من يا ترى من المشتركين الثمانية رح يكون اليوم تحت ضغط أكثر، ورح يتدرب ويتمرن بشكل مكثف لعل وعسى انه يكون بعد عنده فرصة ثانية في مشروع شيف؟ يا ترى هل اكو فرصة ثانية ام لا؟ القرار راح يكون عند اللجنة. الان الاسماء والنتائج راح تكون جاهزة بعد قليل من الكنترول. اول ما راح تكون جاهزة اكيد راح توصلنا الاسماء مباشرة. إذن أول اسم من المشتركين هو